السلام عليكم وتحياتي للجميع. هذا الفيديو فيه معلومات مهمة جدا بخصوص الترحيل وأرقام الترحيل، وأيضا بخصوص الإقامات وخاصة إقامة الحماية الثانوية ومطالبات بإلغاء هذه الإقامة. وراح أعطيكم كمان يعني وجهة نظري الخاصة وكم نصيحة بآخر الفيديو، بظن أنه مفيد كثير لهذه الفترة. نبدأ بتوضيح بخصوص الترحيل. هلا الترحيل يعني الجملة جملتين بكفو، الترحيل لمن يرتكب الجرائم. وحاليا في كمان تصريح جديد من وزير الداخلية الألمانية سيد نانسي فيزا عن حزب اسبدا الاشتراكي، عم تقول انه الترحيل لمرتكبي الجرائم وايضا للاشخاص اللي بمجدوا هؤلاء المجرمين. يعني على سبيل المثال واحد عنده فكر، هذا الفكر ممنوع في ألمانيا او بيجي تحت البند الارهاب او من اللوائح السوداء. كمان كل شخص بيأيد هذا الفكر حسب وصف وزير الداخلية عم تقول كمان هذا الشخص بيستحق الترحيل من ألمانيا. والأشخاص الثانيين اللي عم يشتغلوا، اللي عم يدرسوا، اللي عم يدفعوا ضرائب، اللي عندهم أطفال، عوائل مثلا عايشين ما عم يرتكبوا أي جريمة وعم يلتزموا بالقوانين وعم يشتغلوا، فهي الفئة ما في عليها أي خوف، سواء عندك حماية أو إقامة لجوء أو إقامة دائمة أو جنسية ألمانية، فما في أي خطر عليك وما في داعي أنك يعني تعيش حالة من الخوف والزعر. فرح نبدأ المعلومات على شكل التالي. طبعا في عنا حزب هو شقيق حزب CDU، اتحاد الديمقراطي المسيحي. هذا الحزب هو اتحاد الاجتماعي المسيحي CSU، رئيسه اسمه ماركوس زودا، موجود هذا الحزب في باير، وسياسته لسه أشد من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، يعني سياسته صارمة جدا بخصوص اللجوء والهجرة واللاجئين. رئيس هذا الحزب السيد زودا يطالب بإلغاء إقامة الحماية الثانوية. هلا أغلبية الأشخاص أصحاب إقامة الحماية الثانوية هن من أفغانستان وسوريا، بيجوا بيقدموا طلبات اللجوء في ألمانيا، إذا ما استوفوا شروط إقامة اللجوء بيعطوهم إقامة الحماية الثانوية اللي هي سنة. فزودة عم يقول إنه هذا الشيء أنا بشوفه غلط، ومو كل الناس بيستحقوا هاي الإقامة، ولازم يعني نقيم كل شخص لحاله، ملف كل شخص بشكل فردي، ونشوف مين مضطهد ومين ما هو مضطهد، مين بيستحق ومين ما بيستحق. وبعدين عم يطالب أيضا ب إلغاء هاي الإقامة من أساس. طبعا هذا رأيه، هو بيمثل حزبه، حزبه خارج الحكومة، خارج الائتلاف الحكومي، وصعب جدا يتحقق هذا الشيء. وأيضا حزبه هو في تحالف مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU، يعني صعب جدا يتحقق هذا الشيء. نأتي إلى نقطة أخرى مهمة جدا بخصوص طلبات اللجوء. في عنا 103,467 طلب لجوء تم تقديمه في ألمانيا خلال الربع الأول من هذا العام، يعني أكثر من 100,000 طلب لجوء. 60% من هذا العدد، يعني عم نحكي عن تقريبا 65,000 شخص أو 64,000 شخص، كانوا من 3 جنسيات رئيسية، هي الجنسية السورية، الجنسية الأفغانية، والجنسية التركية. 60% من طلبات اللجوء اللي قلنا 103,467 طلب لجوء. ألمانيا بصدارة الدول اللي بتستقبل اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، يعني ألمانيا مرغوبة وجذابة لطالبي اللجوء وأيضا للاجئين والمهاجرين. ألمانيا بدها أنه ينخف هذا العدد، يقلصوا هذا العدد، هذا العدد عم يقولوا كبير كتير بالنسبة لألنا، بدنا ينزل هذا العدد. من خلال يعني كيف راح ينزلوا هذا العدد، شو بدهم يساووا؟ مراقبة الحدود، واللي هي أصلا مراقبة وفيها نقاط مراقبة، وخاصة حاليا في تشديد لأنه في بطولة أمم أوروبا، مراقبة الحدود مع التشيك، بولندا، سويسرا، النمسا. هاي يعني تقريبا على 12 شهر 365 يوم فيها مراقبة. أيضا اتفاقيات الترحيل مع الدول اللي بيجوا منها اللاجئين والمهاجرين يسووا اتفاقيات ترحيل. حاليا في تقريبا علاقات واتفاقيات للترحيل مع جميع الدول العالم، مع ألمانيا باستثناء أفغانستان وسوريا.
سوريا. باقي الدول في علاقات مباشرة بين الحكومتين، وأيضا يعني في بعض الدول معها اتفاقيات للترحيل. طبعا هاي الأرقام اللي ذكرناها بخصوص طلبات اللجوء ما بتشمل الأوكرانيين، بدون الأوكرانيين، أوكرانيين يعني ما بيقدموا طلب اللجوء، بيجوا إلى ألمانيا بياخذوا الإقامة في ألمانيا بشكل فوري، بيستفيدوا من مزايا الاجتماعية حقيقة، جوب سنتر وبوغا جيلد والسوسيال وهي الأمور، بياخذوا الإقامة بكل سهولة وما بيمروا بمراحل طلب اللجوء. وأيضا في نقطة مهمة جدا، تأخير المساعدات للاجئين المرفوضين طلب لجوئهم، تمديد فترة اللي من خلالها الشخص اللي بينرفض طلب لجوءه في ألمانيا انه ما ياخذ مساعدات اكثر، يعني يضل على السوسيال بهاي الفتره او ياخذ مساعدات قليله، ما بيتم تحويله على الجوب سنتر. هاي المده ممكن تتمدد الى يعني اكثر من 18 شهر اللي هو متعارف عليه حاليا. هذا الشيء بيجي لتخفيف جاذبيه المانيا لطالبي اللجوء، يعني ما بده الناس يجوا مشان فقط المزايا الاجتماعيه، الجوب سنتر والسوسيال والبوغاجيل وهي الاشياء. نقطه مهمه جدا، وزيره الداخليه سيده نانسي فيزا تريد تغيير، يعني تريد عمل تغيير كبير في قانون الاقامه في المانيا، وخاصه طبعا القصد من هذا الشيء ان بسبب مرتكبي الجرائم، ومن يؤيد فكر مرتكبي الجرائم بدهم وبدها وزيره الداخليه تشدد هذا القانون اللي من خلاله بيعطوا الإقامات لجميع الناس. يعني ممكن يكون في دراسة أكثر أدق لطلب اللجوء بعدين يعطوا الإقامة، حسب رأيي الشخصي، لأنه أن يعني ذكروا مرتكبي الجرائم، ومن يحمل فكر مرتكبي الجرائم أو يؤيد ويمجد فكر مرتكبي الجرائم. وأيضا وزير الداخلية عم تقول أنه الترحيل إلى أفغانستان ما بيصير بيوم وليلة، نحن حاليا حسب وصفها ما عندنا اتفاقية مع أفغانستان، رح نعمل على الترحيل إلى باكستان أو الترحيل بأي طريقة أخرى، ولكن عم تقول أنه لا تنتظروا أنه هذا الموضوع يصير بيوم وليلة ولا بأسبوع ولا بأسبوعين، الموضوع بده وقت كبير، وقت طويل للوصول إلى اتفاق عبر المفاوضات. وأيضا وزير الداخلية عم تعطينا معلومات بخصوص الأعداد الأشخاص المرحلين في ألمانيا بالربع الأول من هذا العام، أول 3 أشهر من هذا العام شهد ترحيل 6316 شخص بدون ذكر الجنسيات، فقط ذكروا هذا الرقم الأشخاص المرحلين في ألمانيا خلال 3 أشهر فقط، يعني عم نحكي شهريا عن 2100 شخص تم ترحيله من ألمانيا. الجنسيات ما ذكروها، انه في اشخاص كثير وخاصه من الاخوه العراقيين عم يسالوا بالتعليقات انه هل في ترحيل الى العراق او الى دوله ثانيه، ما بيذكروا الجنسيات في الاعلام الالماني الا بشكل متاخر جدا، يعني بعد ما عمليه الترحيل بتصير بعد شهر شهرين ثلاثه اربعه ممكن يذكروا الجنسيات، وعلى الاغلب ما بيذكروا الجنسيات الا مره او مرتين بكل العام. طيب شو بنستنتج من هذا الكلام ومن هاي التصريحات اللي أغلبيتها تحكي عن ترحيل والإقامات وسحب الإقامات والمجرمين وهي الأشياء؟ نستنتج أنه إذا أنت وضعك في ألمانيا قانوني، عندك على سبيل المثال جنسية ألمانية، إقامة دائمة أو حتى اللجوء أو حتى إقامة ثانوية، إقامة الحماية الثانوية، فأنت ما في عليك شيء، أنت وضعك آمن في ألمانيا 100%. ولكن حاول تسعى للأفضل، تتعلم اللغة الألمانية بشكل جيد، تأخذ على الأقل B1، على الأقل يكون في عندك عمل، ملتزم بالقوانين، ملتزم بالدستور الألماني، يعني هذا الشيء بديهي جدا، يعني بدون ما نذكره ونكرره ونعيده هذا الشيء معروف جدا للجميع، يعني سواء رحت على أي دولة ثانية، رحت على أمريكا، بريطانيا، على السعودية، على الإمارات، على قطر، على يعني أي دولة ثانية، هولندا، أوروبا، خارج أوروبا، لازم تلتزم القوانين وتبتعد عن المشاكل، لأن المشاكل ما بتجيب إلا وجع الرأس. وبعدين هون يعني دول اللجوء والهجرة الأشخاص التانيين كمان بتأثروا بهاي المشاكل،
فاذا انتم ما عم تسووا مشاكل وشغالين وعندكم عمل واطفالكم عم يدرسوا وهيك، ما في داعي للخوف ولا للزعر ولا اي شيء. هاي التغييرات وهي اتفاقيات والترحيل 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 كل يوم بخص اشخاص مرتكبي الجرائم الغير مرغوبين بهم في المانيا. يوم الاحد يوم مهم جدا في المانيا، 9/6/2024. ليش يوم مهم جدا في المانيا وللجميع وخاصه لحاملي الجنسيه الالمانيه؟ لانه بكره انتخابات البرلمان الاوروبي في تقريبا اكثر من 5000 مدرسه، عم نحكي عن اكثر من 60 مليون شخص بحق لهم المشاركه بهاي الانتخابات. طبعا المانيا بتمثلها اكبر عدد من النواب في البرلمان الاوروبي. البرلمان الاوروبي مسؤول عن سياسه اوروبا، عن كتله الدول الاوروبيه، عن كافه الاشياء اللي بتصير سواء سياسيه اقتصاديه زراعيه مهنيه اجتماعيه، يعني كل شيء. اي قرار في الاتحاد الاوروبي سواء سياسه داخليه ولا سياسه خارجيه بيطلع من البرلمان الاوروبي، هنيك بيكون في تصويت وفي اتفاق وبيطلع من هنيك. فبكره في عنا انتخابات في المانيا وهذا اليوم مهم جدا، مدعوكم جميعا انكم تحضروا الانتخابات وتنتخبوا الحزب القريب عليكم او اللي بيمثل وجهات نظركم وبيمثل افكاركم، او حزب قريب على افكاركم ما في اي مشكله. المهم انكم تروحوا وتصوتوا بهاي الانتخابات، لانه يعني لا تقولوا يعني ما بيهمني صوتي راح لا راح يقدم ولا راح ياخر يعني حتى ما صوتت بصير. لا، هذا الشيء غلط، لانه اذا انا وانت وهو وهي واحمد وعلي ومصطفى وكلنا حكينا هيك فما راح يمشي الحال، في راح يكون في مشكله كبيره. كمان انتم صوتوا وعبروا عن ارائكم، وخاصه للمجانسين الجدد شاركوا بالانتخابات بكل حريه وديمقراطيه. وهي الانتخابات يعني هاي التصريحات اللي عم تطلع، الترحيل وما ترحيل وهي الاشياء كمان مربوطه بالانتخابات. كل شخص كل حزب بده يزيد شعبيته باي شكل من الاشكال، بده يزيد شعبيته. اللي شعبيته ازدادت بده يزيدها اكثر، اللي شعبيته انخفضت خسر شعبيه، بده يزيد الشعبيه يعني باي شكل، يحكي عن لاجئين، مهاجرين، هجره، ترحيل، اقتصاد، تضخم، رياضه، سياسه داخليه خارجيه، بده يحكي بس مشان يزيد شعبيته. لانه نحن يعني البرلمان الاوروبي عنده انتخابات حاليا يوم وبكره، وفي المانيا عندنا انتخابات البرلمانيه وكمان انتخابات المستشاريه في 2025 وتحديدا في فصل الخريف. فبتمنى انه الفيديو يكون واضح لكم، روحوا بكره وصوتوا وعبروا عن ارائكم. نلقاكم في فيديو اخر، والسلام عليكم.